السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الحاتي، ان شاء الله تطلع مظبوطة وكويسة وتعجبكم. جاي معانا كيلو لحمة بشرت عليه دهنة، حتة دهنة. عايزة تحطي ليا حطي براحتك. يعني هنحط ايه عليها؟ معلقتين النشا، جربوها تعجبكم، ما تستغربوش من المقادير. ودي بياض بيضة، وطبعا ايه شوية بيكنج باودر عشان بتخليها هشة، شوية بيكنج باودر. معانا فص ثوم مهروس بس هنضربها تانية. دي حزمة بقدونس الورق بس، من غير العيدان. والبهارات انا بحب احط ملح وفلفل بس، ملح وفلفل اسود بس، ما بحبش احط اي بهارات تانية في الكفتة. طبعا ايه ايدينا نضيفة ومغسولة، فانا هندعكها كده كويس. وطبعا ايه هنحط البصل برضو، هنعمل المقادير دي كلها كده كويسة مع بعضيها. ولسه طبعا ايه هنضيف البصل وهنضربها طبعا في الكبة. ندعكها كده ببعضيها كويس كده، وهنروح ايه نجيب البصل ونيجي كده. حبيبي رجعت لكم قد كده بصلتين، هاخد منها شوية كده عشان ايه اخد شوية مية بصل. انا هحطها بالمية البصل، يعني شوية ملح كده عليها، وهعصرها عشان محتاجة ايه شوية مية للتصبيع يعني بتاع الكفتة. معلش اعذروني، ده اول فيديو ليا بعد وفاة والدي، فمش عارفة انا بعمل ايه بالظبط. فانا قلت هو الشغل هو اللي هيطلعني من اللي انا فيه، وارجو يعني اللي يشوف الفيديو يطلب له الرحمة، ولو ما فيهاش غلاسة عليكم تقروا له الفتحة. معلش والدي كان غالي عليا ومفضيلي البيت خالص، والله مش عارفة اقعد فيه اصلا. البيت طول النهار حابسة نفسي في اوضة النوم جوه، عشان ايه تهيألي ان هو قاعد بره. الله يرحمه يا رب ويحسن اليه يا رب. كده هنقلبها كلها مع بعضيها، بس انا مش هقلبها بصراحة، انا هضربها في الكبة احسن. يعني اللي عنده كبة يضرب، اللي ما عندهوش ايه يعجن بايده كده. حبايبي بعد ما فرمتها في الكبة وريحتها في التلاجة ساعة، هنيجي نعمل ايه؟ دي مية البصل، هنحط عليها معلقة طماطم مبشورة، هنحط ملح وفلفل، ده ملح وفلفل على بعض. هنحط ايه شوية سكر صغيرين، ما تقلقوش برضو من السكر، عشان السكر مش هيدي اي سكارة، بس ايه هيدي يعني لون للكفتة. كده هنقلبهم مع بعض، هنحط شوية زيت كمان عشان الزيت هيديها لمعة، شوية زيت صغيرين، الزيت هيديها لمعة. كده هنقلبهم مع بعض، هنبتدي ايه نصبع الكفتة ان شاء الله بإذن الله. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. كده دي اللي هي الأصابع، اللي هي الأصابع، معلش اعذروني، معلش العصيانة اللي هي بتاعت الشيش طاووق والكفتة والكلام ده كده. كده خدنا شوية كده، وايه هنبل ايدينا في اللي هي الايه الميه اللي هي بصل وطماطم وزيت وسكر، ونبتدي نصبع ايه
العجينة بتاعتنا، الكفتة بتاعتنا. بصوا يا حبايبي، هي طالما مرتاحة معاكم ولا هتقع من على السيخ ولا حاجة. اللي عنده فحم يولع، اللي ما عندهوش هيعملها زي انا في فرن البوتاجاز. ودرجة الحرارة طبعا ايه على حسب ما انتوا ايه بتعملوا. اللهم صل على النبي، نقفلها كده من فوق. معلش سامحوني لو انا بقول اي حاجة كده وخلاص، عشان انا والله ربنا وحده بس هو اللي بيعلم بيا. بس انا لازم اصور طبعا عشان الايه، عشان القناة ما تقفش مني، والمشاهدين ما يروحوش مني، والناس تنساني. وبعدين والدي الله يرحمه كان فرحان بالقناة ديت، وكان اول ما كملت 1000 مشترك بصراحة كان سعيد وكان فرحان معايا الله يرحمه. وانا فكرت ان انا اقفلها بصراحة، بس يعني ما حسيته هو فرحان لنجاحي وكده، ف ما رضيتش اقفل كده المنظر ده. هنصبع كمان واحد مع بعض ونجيب ايدينا كده والخشب كده عشان تقل البصل وانت بيدي طعم. طبعا لازم نشتغل بايدينا، انا ما بحبش اشتغل بالكلابس ولا الجوانتيات والكلام ده كله، لا مفيش احسن من الايدين، تلمسي الحاجه كده تطلع ايه معاكي بحب وكده يعني. نقفلها من فوق كويس بالمنظر ده كده. بالصبعين دول وتضغطي كده تبصمي، اسمها تبصمي كده. وهناخده ايه من الصلصة واحنا ايه كده هوت. جربيها الكفتة دي جميلة جدا جدا جدا، هتعجبكم. كده حبايبي صبعنا الايه الكفتة بتاعتنا وهندخلها الفرن، هنولع من تحت بس ولغايه ما تستوي، ولو ما خدتش لون تبقى اديها لون ايه من الشوايه في الاخر خالص كده. حبايبي طلعناها من الفرن وحطينا عليها فحمايه، وهحط ايه معلقه سمنه كده، مش زيت، سمنه. كده هنغطيها بايه بالورق الفويل كده. كده تاخد الفحم بتاعها، الدنيا دخنت كده. حبايبي ادي سفرتنا كده النهارده، والكفته طالعه جميله خالص. يا ريت تجربوها، هشه وطريه وجميله، يا ريت تجربوها هتعجبكم خالص. اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا للي هياكل، وبألف هنا وشفا للي شاف. ومعانا سلطه ومعانا طحينه وعصير وخشاف. تفضلوا معانا، مع السلامة.